السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. زاد فضلك دكتور. شو جايب العيلة كلها معك اليوم؟ ايه قلت لحالي مارقين ومارقين من حدك، منفوت ونقضي كم يوم عندك. شو بدكم تقضوا كم يوم عندي؟ ايه دكتور، شايفك مو مبسوط. إيه لا مو هيك يا أخي، بس يعني بلا بلا، قولها صراحة دكتور. هيك بلا أحم ولا دستور جاي وجايب العيلة كلها معك. شو نحن بيضيعت كل من إيده إله؟ انت ملزم انك تستضيفنا دكتور. ايه والنعم، وليش بقى ملزم؟ ليش حضرتك حفيده للسلطان قابوس؟ لا انا حفيد الخليفة عمر رضي الله عنه. ايه كمان والنعم، وحضرته مين بيكون؟ اجدادك دكتور وقعوا مع سيدنا عمر معاهدة مدى الحياة، وهذا العقد الموقع بيسري عليك وعلى كل ملة الكفر. اجدادي انا وقعوا معاهدة مع جدك عمار؟ ايه دكتور، ايه المعاهدة العمرية، شو ما سمعت فيها؟ لا ما سمعت، وعلى شو بتنص المعاهدة؟ من البنود تبعها بندين مهمين كتير دكتور. شو هني؟ أجدادك أقروا بالبند التالي: ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل. العمى بقلبكم، حتى الكنائس ما سلمت من الغزو تبعكم؟ مثل الجراد تاكلوا الأخضر واليابس. اسمع البند الثاني دكتور، هذا مهم كتير ويعالج الموقف اللي نحن فيه هلا. ايوه سمعنا لنشوف. أجدادك تعهدوا بالتالي: وأن نستضيف كل مسلم عابر سبيل 3 أيام. ايوه في وجبات خاصة بتحبوا نعملكم اياها، كباب، كبانية، محاشي، وشو بتحبوا تحلاقي؟ بقلاوة، حلاوة الجبن او عش السرايا؟ جود من الموجود دكتور، ما منحب نتقل على حدا، والمعاهدة بتنص على أنه الكافر يطعم المسلم والدابة تبعه من أوسط الموجود. ايه فعلا مزبقين وخفيفي الظل. ولك يا بني ادم، اجدادي ارغمهم عمر بالسيف على المعاهدة الزفت تبعك، وانا شو خصني بالموضوع؟ اسمع بالأول شو أجدادك قالوا بالحرف الواحد: ضمننا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاء. التوقيع ساري على الذراري كمان دكتور، وإذا بتخالف ما بيعود إلك أمان، مجرد تحذير دكتور. ولك ايه انا مش معارض على الموضوع يا اخي، الضيافة واجب، بس في مشكلة هون. شو هي دكتور؟ الكلام عن عابر السبيل ومش عن المقيم يا فهيم، انت واولادك مقيمين بالبلد، وشرعا انا غير ملزم باستقبالكم. العمى كيف فاتتنا هاي؟ يعني طلعنا بلوشة هلا؟ ايه نعم بلوشي. ايه بخاطرك، يلا شباب خلونا نمشي. لوين رايحين؟ اقعدوا اشربوا على الفنجان قهوة سيد اسلام. لا لا، قهوتك دايمة دكتور.